السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. كيف نتوضأ وضوء صحيحا كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون الصلاة مقبولة؟ يا جماعة نشرح مباشرة في الوضوء، لأني أنا أرى بعض الناس يتوضأ وضوءا غير صحيحا. فكيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا التسمية قبل الوضوء، تقول بسم الله ولا تسرف في استخدام المياه، ثم تغسل يديك 3 مرات. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غسيل اليد في البداية هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تغسلها في البداية وتخلل بين الأصابع، تخليل الأصابع، تغسلها 3 مرات جيدا، ثم بعد ذلك تتمضمض 3 مرات، ثم أنفك 3 مرات، ثم تغسل وجهك 3 مرات. ويكون غسيل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. بعض الناس بيغسل الحتتين دول ويترك باقي الوجه. لا، غسيل الوجه يا جماعة بيكون كافة الوجه، واللي عنده لحية يخلل لحيته. نيجي بقى على النقطة المهمة جدا. احنا غسلنا الكف في البداية وقلنا هذه السنة. الآن سنغسل الذراع. ربنا سبحانه وتعالى قال: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. المرفق. فهنا غسيل اليد مع المرفق هذه هي الفرض. فبتغسل يدك كلها من كف اليد إلى المرفق. كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. تغسل الذراع مع إيه؟ مع اليد 3 مرات. وكذلك الذراع الآخر نفس النظام. وأنا عاوز أقول لكم يا جماعة، في بعض الأدعية الناس بتقولها عند الوضوء، اللهم لما يغسل إيده يقول اللهم أعطني كتابي بيميني. لما بيغسل وجهه اللهم بيض وجوهنا عندما تسود الوجوه. كل ده باطل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز اقول لكم شيء ثاني يا جماعه، بعد ما غسلنا اليد مع الذراع بعد كده مسح الراس مره واحده فقط من مقدمه الراس الى اخر الراس، ثم تعود وتمسح الاذنين، ثم بعد ذلك تغسل القدم. وخلي بالكم يا جماعه الحتتين دول ما بيصرفهمش الميه، عند بعض الناس بشوفهم ناشفين اللي هم الاعقاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. فخلي بالك الحتتين دول، تتاكد ان هم اتغسلوا كويس علشان خاطر يكون الوضوء صحيح. خلي بالك يا جماعه، الوضوء بيكون علامة ليك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه كيف تعرفنا يا رسول الله يوم القيامة، قال: تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء ده بيكون نور ليك. ولا تنسى أن تخلل الأصابع وأنت تتوضأ، تخليل الأصابع، وتهتم بالعقبين التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعد ما توضأت ما عليك إلا أن تقول ذكر واحد فقط فتفتح لك أبواب الجنة 8. تتخيل بعد ما تتوضأ تقول ذكر واحد تفتح لك أبواب الجنة 8؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أستغفرك وأتوب إليك،
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. سبحان الله، علشان خاطر بس توضيت تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. ودي نصيحة للناس اللي مش بتصلي. قلنا لكم يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي تدعى يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. فاللي مش بيصلي واللي مش بيتوضأ كيف سيعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت لم تعلم نفسك بعلامة أمة الإسلام وهي الوضوء؟ فسارع يا أخي إلى الوضوء وإلى الصلاة حتى يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لك. جزاكم الله خير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.